السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلونا نبلش انه نضيف اشياء اخرى. على سبيل المثال هنا عندنا الويجت ينتهي في هذا المكان اللي هو طام من ضمن الليست فيو. اوكي، سو في داخل كونتينر، في داخل كولوم. اوكي، ممكن هنا يكون اوكي، لان هذا كولوم and children. اوكي، كونتينر كولوم اند ويجت. اوكي، لا احنا نحتاج انه يكون في داخل ويجت، فنعطي مسافه بادينج لهذا المكان. نيجي هنا نعمل نيو، اوبس، نيو رو، تمام، فارزه، وفي داخل هذا الرو children. الchildren راح يكون new radio radio list title. تمام، يحتاج إلى value، يحتاج إلى group value و on change ما هو التأثير اللي راح يعملها. طيب، في عندك أنت أيضا فارزة space، لاحظ في عندك title and فارزة space، في عندك أيضا secondary أو subtitle، ايضا عندك الاكتف كلر، ايضا عندك لاحظ كثير من فيتشرات موجوده فيها حقيقه ممكن استخدامها اللي هو سيلكتد الكي اند سكندري. anyway، فنجي هنا عندنا الجروب، عندنا اون تشينج، عندنا التايتل، عندنا السبتايتل، وعندنا الاكتف كلر. طيب الفاليو ممكن انه احنا نعطيه له صفر، هذا هو الرقم لهذا الراديو ليست، والجروب راح يكون من ضمن الراديو جروب. اوكي، وطبعا هذا لانه احنا ما حددناه لحد الان، وهنا نقدر نكتب عليه راديو ايفنت هاندلر، يكون هذا function طبعا راح يكون، وفي داخلها ماذا؟ في داخلها ال value اللي راح يضيفها. اوكي، خلينا نقول هنا radio value اللي راح يضع هذا ال value في داخله. تمام، ف طيب ال title ممكن إضافة أي شيء فيها، على سبيل المثال التايتل راح يكون new control alt space new text burger king. كلش احب برجر كينج حقيقة. and title subtitle ايضا يكون text. okay so new text like something like this or maybe I'll call fast food. active color colors dot Burger King اللون الأحمر دائما red. هنختار red accent. فإذا احنا عدنا الراديو بوتون الأول انتهى اللي ينتهي هنا، تمام. في عندنا كم راديو بوتون راح نعمل؟ على سبيل المثال 3 2 3، تمام. فهذا راح يكون value 1، هذا راح يكون value 2. الراديو جروب لازم يكونون من ضمن الجروب الواحد، حتى لما تختار الاول تتغير، لما تريد تختار الثاني يعوف الاول، يترك الاول ويتحول الثاني والثالث وهكذا. اما القيم الموجوده هنا فهي نفس الشيء، ما يحتاج الى خلينا نقول تغييرها، لكن نحتاج انه احنا نضيف هنا كلاس وين 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 في البدايه كلاس الهوم. الاشياء اللي نحتاج نضيفها على سبيل المثال init. اوكي، قيمه الراديو فاليو اللي خلينا نشوف هنا value for this one. إذا إحنا غيرنا ال value إحنا سميناه radio value، تمام؟ ف
init my radio value راح نسميها اللي راح تساوي صفر. اوكي طبعا احنا نريد نغير بالقيمة، بمعنى انه احنا راح نعمل function هذا الفانكشن تمام اللي هي موجودة في كل راديو بوتون void بهذه الصورة اللي تاخذ قيمة. احنا ايش راح نعمل احنا؟ نريد نغير قيمة الراديو بوتون. لما تريد تغير قيمة الراديو بوتون معناته انه راح تغير في اليو اي، انت تحتاج الى set set المفروض انه يظهر عندنا set state. anyway اذا ما ظهر احنا ممكن نعملها yeah so set state. طيب في set state this is void لان احنا نسينا نكتب هنا متغير init. okay if I think لو جيت كتبت هنا set لا ما يظهر غريبة set state. set state راح نغير هذه القيمة والقيمة اللي موجودة بيها، يعني هنا انت عندك ماي راديو قيمتها ايش راح تكون؟ راح تكون الراديو فاليو هذا منه؟ اوكي هذا منه؟ هذا هي هذه القيمة set state and class. او احنا شوف لاحظ احنا وين ضايفينه، مفروض احنا نضيفه هنا في class home state يعني تغيير حالة set state تمام. ف this one copy لاحظ الان لو كتبت set لاحظ ظهر، عفوا مفروض بدل هذا this value. وممكن هنا نعمل print لمن؟ للراديو جروب like this and خلينا قيمة أو خلينا نقول for example value this one okay set state لو حذفنا هذا okay it's working لاحظ شغال sorry هنا أنا كنت ضايف قيمة لاحظ الآن تمام. لو قلنا له run من جديد يعني أحذف ال attribute ما يحتاج لهذا void and خلينا نشوف ظهر عندنا new radio list. أوكي في عندنا فارزة إحنا ناسينا في مكان ما. أوكي هنا فارزة وأيضا هنا فارزة لا تنسى run. طيب خلينا نعمل هذول كومنت، ممكن هذول يعملوا مشكلة. اوكي and هذا عمل كومنت قد يكون هنا المشكلة. نجي نعمل run net. يمكن لازم نذكر type it's visible. أو هنا احنا عندنا new row column نجي نعمل run. لاحظ اشتغل. كانت المشكلة وين؟ انه لاحظ ايضا البوتون لاحظ لما اضغط على الاول يظهر لي 0 الثاني رقم 1 الثالث رقم 2. كانت المشكلة انه احنا حاطين رو المفروض نسويها نعملها كولوم. اوكي لانه اذا عملناها رو معناته واحد بجانب الثاني فمستحيل في مجال، فلازم انه احنا نعمل كولوم حتى يكون عندك مجال الها.
بتاع انها تشتغل مع الكولوم وليس مع الرو، فهي هذه المشكلة. new column وليس new row. لما يشتغل هنا يظهر لنا برجر كينج، لاحظ كيف يساعد الليست على الحركة. هنا عندك البرجر كينج، هنا عندك برجر كينج. طبعا هنا ممكن نغيرها مثلا من برجر كينج إلى ماك، برجر ماك دونالد. اوكي ممكن يكون لسه غلط، بس نريد نعمل نريد نعمل المثال فقط لا أكثر الأقل. بيتزا like this run. الآن راح يختلف عندنا اوكي، وكل ما اضغط راح يظهر عندي شيء جديد اوكي. خلينا نشوف هنا الايمج. this is container، هذا هو الايمج. اذا انطينا ل خلينا نشوف هنا alignment اوكي. في عندنا هنا pad اوكي، في عندنا مارجن ام باد. لو جينا عملناهم كومنت وعملنا رن اوكي اند يس، انا عندنا الايمج اسيت اوكي. فاذا بهذه الصوره راح يكون انت عندك الاوردر راح تضعه هنا، تيجي تختار واحد من هذه الاوردرات بيعطيك القيمة اوكي. فخلونا نكمل هذا الجزء بالدرس القادم.